زعلت من الوالد او مثلا اجى ببالك انه ليش عاتبته مثلا على هذا الشيء؟ من كبرت عاتبته، بس من كبرت عرفت انه هو كان يشتغل لمصلحتي. كل كلمه قال لي اياها كانت مطبوعه، وبعدين كتب لي رساله هو قبل ما ينخطف، لان ابويا مخطوف من 2007 طبعا، لحد ما ندري بيه، لا عندنا قبر إلا لا عندنا شيء، يعني اكو صوره حاب انه تشوفها. اي فبين ما يحضرون الصورة كمل لي. أي فموضوع الموضوع اللي هو صار إنه كبرت لقيت كاتب رسالة أخيرة، يعني هي قبل ما هذه قال لي دير بالك على نفسك ودير بالك على أخوتك وحاول إنه تصير رجل، وراح تصير عندك أطفال وراح تعرف إيش قد أنا كنت أحبك. فبهاللحظة هاي ما قدرت، ما تحملت، بكيت بكي مو طبيعي. فمن صاروا عندي اطفال بعد حسيت بها اكثر. حسيت انه هو كان صحيح. أيوة زين، بدك تشوف هاي الصوره، يمكن هاي اول مره يعني تنعرض برنامج. هي صوره لوالدك. بنشوفها شو تقول؟ الله يرحمه، الله يرجعه بالسلامه، والرحمه للحي والميت، واذا هو ميت فهو شهيد. وعند رب شيء اكيد، يعني حي نرزق. شلون صار موضوعه؟ أنا ما سمعك حاكي بالموضوع قبل. موضوع أنه هو رجل معتدل، لا هو شيعي ولا هو سني ولا هو سياسي ولا هو، كان يروح يبلغ الناس يقول لهم اطلعوا اليوم من البيت ترى طالع عليكم حملة، اطلعوا، يعني كان معتدل وطيب وكل شيء ما عنده، ورجل يعني ضابط عسكري من طلع من الجيش حتى راتب التقاعد صار ما يكفي، فهو كان عنده خبرة بالتمريض، ففتح هذا التمريض وعنده شهادة، فتح تمريض واشتغل يعني مضمد وساعد كل الناس. تفاجئت من قالوا خطفوه، بس اتضح بعدين انه هم اللي خطفوه كانوا جايين عليه قبل فتره، فقال لهم هذا ما يصير انه انا اعالجه لان هذا راح يموت. قالوا لا تعالجه ولازم تعالجه. فالمهم فرضوا عليه، قال لهم انا ما اعالجه. فصار بيناتهم مشادات كلاميه. طلعوا، من طلع قال احنا نعلمك. فكانت بقتها تايهه 2007، الله لا يعودها، الحمد لله والشكر.